للوقوف على آخر المستجدات في ساحات تظاهر، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد. أهلا بك سيدتي. أهلا بكم، تفضلوا. سيدة ناهدة، ما هي آخر التطورات اليوم في ساحة التحرير؟ والله التطورات الأخيرة البارحة وأول البارحة ما أتذكر، على الأكثر طلعوا صور المرشحين، والمرشحين من طلعوا صورهم. أنا كنت حاضرة وسرعان ما أخفوها، ما أعرف شنو السبب، يعني صارت شبه فوضى. واليوم قسم من المتظاهرين انسحبوا، إضافة إلى أنه طلعت هوسات هتافات. يعني الحقيقة مرعبة، نعم. مو مرعبة إنه يعني هو وصف للوضع. يعني الهتاف يقول اليوم الساحة تخوف مليانة ذيابة، نعم، وغيرها من الهتافات. نعم سيدة ناهد، والأشخاص اللي هذا قسم من عندهم لهم مقبولية، مثل فائق الشيخ علي والساعدي، وما لحقت والله طلعوا هم خمسة وواحد الكاظمي، ما لحقت أقراهم كليتهم، بس أرضوا صورهم، ورأسا اختفت الصور، سحبوها واشتغلت هاي الهتافات. فيعني اكوش توتر كبير، يعني من ظهرت هاي هذا صار توتر بالساحه، هذا في اليومين الماضيين، لانه تعرفين اسلوبهم قمعي. وكانت الحضور مال الصدريين، التيار الصدري بصراحه كان له حضور كبير. ومن الصبح كانوا سيدة ناهد، هذه التطورات، نعم، كانت في اليومين الماضيين. التطور الذي كان اليوم، نعم، هو حراك طلابي شهدته ساحة التحرير وتقريبا مختلف الساحات في باقي المحافظات، قوبلت، نعم، بقمع من قبل القوات الحكومية والميليشيات. كيف، نعم، يمكن أن يتصدى هؤلاء الطلاب لهذا القمع بسلميتهم وبهذه الشعارات التي تعودوا على رفعها منذ أكثر من 3 أشهر؟ والله لهم لحد الآن إحنا بصورة عامة المتظاهرين والطلاب، ومن جانبنا إحنا السلمية إلى النهاية، لازم نكسرهم بسلميتنا. والطلاب من تعرضت هاي الميليشيات للطلاب، لو بدك تتعرض لهم، هم مو يعرفون انه احنا رافعين شعار العصيان المدني. يعني هم مثل واحد استفزاز لهم، حتى في سبيل ينشرون الفوضى، ماكو غيرها. يريدون صدام مسلح، يريدون يقضون علينا، يريدون يبيدون اباده، يريدون لهم فد سبب حتى يبيدون اباده. لكن احنا راح نظل رافعين شعار السلميه والى الابد. ست ناهد، انت واحده من هؤلاء المتظاهرين، كيف، نعم، يعني ما هو رايك في اعاده او امكانيه اعاده تكليف عادل عبد المهدي مجددا لتشكيل الحكومه المقبله؟ هو هذا الفاشل بصراحه، هو فاشل يا اختي يا عزيزتي. شنو رجع من عنده؟ احنا صحيح مسرنا عليه، بس احنا كنظام، يعني هم النظام البرلماني هذا، احنا راضين نهائيا، احنا مو ضد شخص، لا ضد عادل عبد المهدي ولا غيره. احنا ضد العمليه السياسيه برمتها، احنا ضد البرلمان، والبرلمان بالذات هو مجموعه الاحزاب والكتل الفاسده اللي ما تحل نفسها. ليش مو عندهم قانون الاحزاب؟ لحد الان قانون الاحزاب ما يصوتون عليه، هو شنو اذا صوتوا عليه؟ حلوا نفسهم. البرلمان كله برمتين، حلو ينتهي كل شيء، بس هم هاي العقده مالت النيشار، ما يردون يقرون لا هذا الحزب، ويريدون يكرسون نفسهم، وبدليل رجعونا الفاشل عادل عبد المهدي. ست ناهد، ما هي توقعاتك لهذا الإضراب والعصيان المدني المستمرين واللذين شهدا تصعيدا في الأيام الأخيرة؟ والله هذا يعني شلون اللي أقول لك يا ماكو غير، يعني لو أمريكا تتدخل، يعني تدخل كبير، وتنهي هذول الزمرة اللي جابتهم، هي طبعا مسؤولة، أمريكا الأول والأخير المسؤول عن وجود هاي الحكومة الفاسدة، وتدري بها من زمان هي فاسدة.
بس ما نعرف شنو ورقتهم، ما تزال هي اكيد ورقه راح محروقه هم، بس شو وقت عاد يحرقوها وننتهي ما نعرف. شكرا. وهذا هذا طبعا اشكرك جدا. أشكرك. وكلمه اخيره يعني، نعم اقول فضل. لا لازم تتدخل امريكا، لان هي اللي المسؤوله عن هذه الحكومه الفاسده. ست ناهد، نأمل أن يكون الحل عراقي وسلمي. أشكرك جزيل الشكر، ناشطة المدنية ناهد أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.